ولقد بين الله سبحانه وتعالى الحكمة من فرضية الصوم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم قال تعالى: لعلكم ماذا تجوعون تعطشون، لأموالكم توفرون، بآلام الفقراء تحسون، قال: لعلكم تتقون. إذن الصوم لا يتعامل مع البطن، ولا يتعامل مع الفم، ولا يتعامل مع اليد، ولا مع المال. الصوم إنما يتعامل مع قلبك. قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه عليه الصلاة والسلام. قال الله: لعلكم تتقون. الصوم يتعامل مع قلبك. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. سأل رجل سفيان الثوري: ما هي التقوى؟ فقال له: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا فعلت؟ قال: اتقيت ونظرت أين أضع رجلي وجمعت ثيابي عن الشوك. قال: فهذه هي التقوى، أن تسير بنور من الله، على تقوى من الله، ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله. أن تسير في الحياة وأنت تتقي أن تعصي الله تعالى أو أن تقع في مخالفة شرعية.